زياد. لك ليش انت عملت؟ ليش عملت؟ ليش عملت هيك؟ ليش خربت الكورة للصحافة؟ ليش؟ اتركوني عليه. اتركوه اتركوه خليجي، تعال شوف. خلاص بقى. لمين عم تقول خلاص ولا؟ يا شباب خلاص خلاص بكفي. ولك مين انت؟ مين انت اللي تتعرض لمساعدتي؟ هي اللي دبستني مو انا. يعني مو محرزة تزعل كرمال وحدة مثلها. حضرة الشرطي، شايف هالزلمة هاد عارب ونزل نفتين؟ لا تصدقوا كل من اللي بيحكي، لأنه بأكد لكم أنه عم يكذب. كذب علي وضحك علي كمان، وكان عم يحاول يستغلني. واحد ما عنده لا شرف ولا أخلاق، أنا اللي بدي اشتكي عليه. شو فيها يعني؟ ليش مكبرتيها للقصة؟ أكلت كف منك ومشي الحال. ها؟ سمعتها شو قال؟ بس إذا بتحبي منرجع منجرب مرة تانية. يا خلاص. انت مين؟ مساعدة مساعدة مراد صار سلماص. حياة انا عندي شعور قوي اني بحبك، كل عم تحكي. هذا شعوري تجاهك. انت بتعرف اني انا بحب مراد. مراد مانو مناسب لك حياة. ابراهيم شو اللي عملته مراد؟ شو هالحكي؟ يعني اذا ما بيعرفوا حدودهم مننزل مستوانا؟ لما بيكونوا بيستاهلوا طبعا. طيب خليكي واقفة هون. اوعك تروح لهونيك واقف، هو ابدا ما تخطى حدوده. بس فتي لهون معه. قلت لك نحن التقينا برا بالصدفه. مرتي فايته مع واحد تافه قدامي وحط ايده على خصره، يعني لمسك بايده. ما فيك تفوتي بهالشكل هاد، سواء التقيته بالصدفه او مو بالصدفه، ما فيك تفوتي بهالطريقه. اي طريقه هي اللي عم تحكي عنها؟ لك انت شو عم تحكي؟ يا الله طلع فيني. لك مراد، لك انت شو عملت؟ الزلمة ممنوع يدخل من باب الشركة مرة تانية نورا، وانتهى الافتتاح. ممكن تفهمني شو اللي بدك اياه بالضبط؟ طيب، يلي عملته مبارح كان غلط، بس احيانا عواطفنا بتتغلب علينا مو هيك؟ انا ما رح طول، خلص اليوم انا رح اعتذر منك وبكره بعتذر من حياتي. ليك عمار، ممنوع تقرب على حياة. طول بالك، خلص لا تكبر القصة، مبين انك عم تغلي من جوا. قوم اضربني يلا، انا بستاهل الضرب. قوم. انت شخص ما بتستحي ابدا، انا تحملتك كثير. مراد 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 اهدى شوي. شفت شلون؟ طول بالك لك يا مراد، خلص بقى. لك شباب عم تضربوا، خلص اهدى مراد. يا حقير مراد، مشان الله خلاص ارجع. انور اتركني. لك عم احكي معكم، رجعونا كل البضاعة، ما لك حتاخد شي. بسرعة خلصوني. شيل ايدك عن تحفي الفنية، اترك من ايدك. لو سمحتي نوران خانم بكفي. لو سمحتي نوران خانم. ها ليكو شرف، مراد وصل هلا، دور لك على شي وكر تتخبى فيه يا معفن. مراد شو عم يصير هون؟ عم رجع بضاعتي والله. ليش بقى؟
لأنكم ما دفعتوا لي. طيب مو مشكلة، بس ثانية خلينا نشيك على حسابات ومنخبركم. ماشي؟ شو أنا عم كذب عليه؟ خلص بشوف الحسابات وبكرة بدفع لك. ايه تمام، لكان البضاعة بكرة بتاخدوها. مهند بيك، ما في حدا بيقدر يطالع بضاعة من شركتي بهالشكل، عم تفهم؟ أنا بقدر طالعون، هيك بحصل حقي إذا ما بتدفعوا. لا ما بتقدر. ليكني أخدتن ومشي الحال. بعد هلأ حتى بس تدفعوا ما رح يتغير شيء، رح أشتكي عليكم ورح أفضحكم وأمسح فيكم الأرض. معناتها خدي حتى تكون الدعوة محرسة. هاي كرمال الدعوة، اتركوني. أعطيني إياه، هذا هو مراد السبع، ما حدا بيطلع له معه. ليش واقفين هيك؟ يلا رجعوا البضاعة. نوران لجوا. حركات الأكشن تبعك هي بعشقة،